أعزائي المشاهدين الكرام، تحية طيبة لكم جميعا، وأسعد الله مساءكم بكل خير. ومن جديد خالد العنبري يحييكم من جزيرة اللؤلؤة في دولة قطر، الجولة الثانية من ضمن الموسم الثاني للتغطيات الوطنية لبلادي الحبيبة والغالية قطر. تارة يأتيكم شعور أنكم في فرنسا، وتارة أخرى يأتيكم شعور أنكم في إيطاليا، وتارة أخرى ثالثة يأتيكم شعور أنكم في إسبانيا. فيها فنون معمارية مذهلة تحاكي تلك الفنون المعمارية المستخدمة في بعض المدن والقرى الساحلية في أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. إنها جزيرة اللؤلؤة في دولة قطر. جزيرة اللؤلؤة هي جزيرة اصطناعية تم إنشاؤها وبنائها بالقرب من الجزء الشمالي لساحل العاصمة القطرية الدوحة، مشروع سياحي واستثماري، وهي تعتبر أحد أبرز المعالم السياحية وأفخرها في دولة قطر وفي العالم. مساحة الجزيرة قرابة 4 كيلومتر مربع، وفيها أكثر من 12,000 وحدة سكنية. مرحبا بكم في بورتو إريبيا، أحد أجزاء جزيرة اللؤلؤة. جزيرة اللؤلؤة تتكون من 11 جزء، وأنا راح أغطي فقط 5 أجزاء من 11 جزء، حرصا مني على عدم الإطالة، وبالإضافة أن بعض هذه الأجزاء ما زالت تحت الإنشاء، والبعض الآخر تعتبر أماكن خاصة فقط لسكان الجزيرة. طبعا تم تسميتها بجزيرة اللؤلؤة لأن شكلها جاي على شكل اللؤلؤة في البحر الخليج العربي. دائما أحرص أن تكون المواضيع في الفيديوهات مطروحة بطريقة سلسة وعفوية بعيدا عن التكلف. منظر رائع جدا لبورتو إريبيا. على فكرة بورتو باللغة الإسبانية والبرتغالية تعني الميناء. يعتبر هذا الجزء القلب النابض لجزيرة اللؤلؤة نظرا لحيويته وكثرة المحلات التجارية والمراكز التسوق الفاخرة والمطاعم والمقاهي. يعتبر هذا الجزء من جزيرة اللؤلؤة المعروف باسم بورتو إريبيا مثال حي لنمط العيش في الريفييرا، والريفييرا هي تلك القرى والمدن الساحلية في أوروبا المطلة على البحر الأبيض المتوسط. بورتو إريبيا عبارة عن حلقة دائرية فيها عدة أبراج ومنصات لرسو اليخوت والقوارب. عدد هذه الأبراج 31 برج، وعدد المنصات لرسو القوارب واليخوت 850 منصة. وكذلك هناك ممشى على حوالي الحلقة يبلغ طوله 2.5 كيلومتر. الأبراج عبارة عن وحدات سكنية إما شقق أو تاون هاوس. هذا جزء من الممشى بإمكان الزوار استمتاع بالمشي. خلفي مباشرة أقواس أندلسية من الأندلس في إسبانيا. داخل أحد المراكز التجارية في اللؤلؤة في بورتو إريبيا، ونفس ما ذكرت لكم محلات بيع البضائع الفاخرة والماركات موجودة بكثرة في جزيرة اللؤلؤة. مرحبا بكم في مدينة سنترال، أحد أجزاء جزيرة اللؤلؤة. يا جماعة هذه ليست أوروبا أبداً، هذه ليست أوروبا ولكن هي قطر. طبعاً هذا الجزء المباني فيه تتسم بالطابع الإسباني والإيطالي معاً.
بلازا أندلسية وتعني ساحة الأندلس. أقف الآن فوق نقطة خاصة لالتقاطة سيلفي، ودائما في الأماكن الرائعة الشخص وجب عليه التصوير سيلفي. هذا الجزء من جزيرة اللؤلؤة مفعم بالحياة والنشاط، كثرة وجود المقاهي والمطاعم والمراكز التجارية والمساحات الخضراء والمساحات المائية مثل النوافير وغيرها. الصراحة إنجاز عظيم جدا، فعلا هذا إنجاز يشار إليه بالبنان. توجد كذلك قاعات الاحتفالات، وهي قاعات مغلقة ومكيفة، وتعتبر أحد الأسباب اللي تجعل من هذا المكان مكان حيوي. هذه المساحات الخضراء مع النوافير تعطي إحساس بالراحة والانتعاش فعلا. داخل سوق المدينة، وهو مركز تجاري في مدينة سنترال، شوفوا كيف الديكورات متعوب عليها، لا شيء عظيم جدا صراحة. الدخول إلى هذه الجزيرة مجاني، بالإضافة إلى المواقف، مواقف السيارات مجانية ما عدا مواقف سيارات الفاليت، طبعا يأخذون فلوس عليها. طبعا المقاهي والمطاعم حدث ولا حرج، كثيرة والاختيارات عدة. صراحة أنا ضربني يوع ولازم أدخل مطعم من هالمطاعم وأخذ لي تصبيرة. هذا مقهى تراثي وشعبي يا زعم، اسمه كراكي، نسبة إلى شاي الكرك، بالرغم أن شاي الكرك ما له أي صلة للتراث الخليجي أو التراث القطري، شيء دخيل علينا، لكن مشى سوقه بامتياز في الخليج. حياكم على شاي كرك مع شباتي جبن، سعر الاثنين 24 ريال قطري، بالعافية علي. نجرب وناكل الشباتي بنكهة الجبن. نشرب فوقه شاي كرك، لذيذ جدا. على فكرة شاي الكرك والشباتي مأكولات دخيلة على المجتمع القطري والخليجي، يظن البعض أن هذه أمور متصلة بتراثنا الخليجي القطري، وهي ليست ذلك، هي مأكولات جاءت من الهند. تحياتي الخاصة للأخوة الهنود الناطقين باللغة العربية اللي يفهمون عربي. هكذا تبدو مدينة سنترال ليلا. صراحة هذا المكان في الليل يذكرني بسيتي ووك في هوليوود، يونيفرسال ستوديو في أورلاندو فلوريدا، وكذلك في لوس أنجلوس في كاليفورنيا. صالات سينما نوفو آيماكس في مدينة سنترال، معرض سيارات مازراتي، يا سلام، آخ يا قلبي آخ. هذه الجزيرة أو مشروع اللؤلؤة دليل مثبت على حسن إدارة الثروة في دولة قطر. الله سبحانه وتعالى أنعم علينا في الوطن العربي بثروات كثيرة ووفيرة، لكن السر يكمن في حسن إدارة هذه الثروات من قبل الحكومة ومن قبل الشعب. أعزائي المشاهدين الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، ويوم جديد آخر نكمل في جولتنا لهذه الجزيرة الأنيقة، جزيرة اللؤلؤة.
الوجهة السياحية الفاخرة لدولة قطر، وربي يحفظ قطر ويزيدها فخر وعزة. لطالما حلمت أني أمتلك عقار في هذه الجزيرة الرائعة، ولكن على قولة المثل العين بصيرة واليد قصيرة. الحمد لله على كل حال، المجيء إلى هذه الأماكن الجميلة والتصوير فيها بحد ذاتها نعمة، وما بكم من نعمة فمن الله. بصراحة اليوم أنا قررت ألبس ملابس رياضية مريحة بحيث أخذ راحتي في المشي لمسافات طويلة والاستمتاع بالتصوير، وبهذا الطقس اللطيف الصباحي المليء بالنسيم العليل، خاصة أن جزيرة اللؤلؤة تكثر فيها المساحات الخضراء والمساحات المائية، وهي محاطة بمياه بحر الخليج العربي. من المعروف أن مياه بحر الخليج العربي مليئة بعنصر اليود، واليود مفيد جدا لصحة الجسم إذا تم استنشاق رائحة اليود بالقرب من البحر. هذا هو مكتب الشركة المطورة لمشروع اللؤلؤة المعروفة باسم المتحدة للتنمية. من أحد الأحياء السكنية في جزيرة اللؤلؤة، مثل ما تلاحظون حي سكني فاخر جداً. هذه جميعها فلل فاخرة في نفس الحي. هذا الحي يعرف باسم بحري فيلا، ويوجد كذلك مسجد. مرحبا بكم في قناة كارتيه، وهي أحد أجزاء جزيرة اللؤلؤة، قرية أنيقة سحرية تحاكي مدينة البندقية الإيطالية، أو بما تعرف فينيسيا. في هذا المكان يلتقي السحر الفينيسي الإيطالي مع الأناقة العربية الأصيلة. طبعا ما يميز هذا المكان هو وجود القنوات المائية التي تم تصميمها وبنائها بدقة وعناية فائقة، هذا من الداخل. ولكن في محيط قرية قناة كارتيه توجد الخلجان البحرية الرملية. هذه ليست البندقية في إيطاليا، وإنما جزيرة اللؤلؤة في دولة قطر. يشتهر هذا الجزء من جزيرة اللؤلؤة والمعروف بقناة كارتيه بوجود محلات التسوق البوتيك، وهي محلات في غاية الجمال والروعة، تعطي شعور أو إحساس حميم جدا. وتحياتي للنساء المحبي للتسوق. من يقدر عليكم انتوا عاد. طبعا أكيد هناك بعض المشاهدين من سيسأل عن أسعار العقارات في جزيرة اللؤلؤة، سواء كانت هذه العقارات للبيع أو للاستئجار. طبعا الأسعار تختلف باختلاف الظروف وأسعار السوق العالمية، خاصة في دولة قطر مقبلين على حدث عالمي كبير وهو كأس العالم 2022، وهذا يعني قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار من فترة إلى أخرى. لذلك أنا راح أضع هذه الأسعار في وصف الفيديو بالتفصيل. أنا من الناس الذين يعشقون كرير المياه بشدة، صوت مريح جدا مهدي للنفس والبال والأعصاب. أحلى ما في أوقات الصباح الباكر إن الناس يكونون قليلين، لذلك أنا استمتع بالتصوير وأخذ راحتي. الوحدات السكنية في جزء قناة كارتيه في جزيرة اللؤلؤة عبارة عن إما شقق أو تاون هاوس. مرحبا بكم في كوستا ملاذ، وهي أحدى الجزر الصغيرة من ضمن جزيرة اللؤلؤة بمثابة جنة استوائية وواحة للصحة والعافية.
تتميز هذه الجزيرة بوجود فلل كبيرة المساحة تتمتع بإطلالة بحرية وحدائق خضراء خلابة وفيها خصوصية شاملة. يتوسط جزيرة كوستا ملاذ فندق فاخر من فئة 5 نجوم اسمه كامبينسكي مرسى ملاذ. وما يميز هذا الفندق وجود شاطئ رملي رائع يجعل منه أحد المنتجعات الفريدة من نوعها والأنيقة في العالم التي تحبس الأنفاس. الآن أنا متواجد في منطقة منتجع كامبينسكي مرسى ملاذ، وإن شاء الله بعد قليل راح أتجه إلى الداخل للتصوير جولة سريعة. ولكن قبل التوجه إلى الداخل حبيت أصور لكم كيف يبدو المنظر من هذه الجزيرة المعروفة باسم كوستا ملاذ على بقية أجزاء جزيرة اللؤلؤة. المنظر اللي تشوفونه الآن أمامكم هو عبارة عن قرية قناة كارتي، القرية الفينيسية، وخلف قناة كارتي توجد أبراج بورتو أريبيا. خلفي يوجد أكبر تمثال حصان في العالم مقابل مدخل فندق كامبينسكي مرسى ملاذ. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. قهوة الضيافة العربية مشكور. يا سلام، شكرا جزيلا. شاطئ منتجع كامبينسكي مرسى ملاذ. وفي هذا الشاطئ نأتي لختام تقريرنا لجولة جزيرة اللؤلؤة. وإذا عجبتكم الجولة لا تنسون الضغط على زر اللايك لهذا الفيديو والاشتراك في القناة في حال عدم الاشتراك، ونشر رابط الفيديو وتفعيل جرس الإشعارات. وأخيرا أنا خالد العنبري، مني لكم أطيب التمنيات والشكر الجزيل على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.